السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير عليكم، مساء النور، مساء الهنا والسرور ومحبة الله والرسول وآل بيته الطيبين الطاهرين وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة دايما يا رب. احب ارحب بالناس اللي داخلة جديد، اهلا وسهلا، اشتراككم تكفي الراس. اتمنى القناة المتواضعة بتاعتنا تستفادوا منها الاستفادة القصوى، ونخش في الموضوع على طول ويلا بينا. دايما في فصل الشتاء الناس بتشتكي من الام المفاصل، عظامها بتوجعها بتدخل عليها، ولما البرد يشتد كده بتلاقي ان العظم بتاعها بينشر وبيوجعها جدا، وخاصه 99.9 من سيدات العالم. وده نتيجه ان احنا طبعا كما ان انتوا طبعا كمميز بترضعوا، فبالتالي بتفقدوا كالسيوم جامد جدا، ايديكوا في المية الساقعة على طول، طالعة نازلة، بتعملي في البيت مجهود، فبالتالي بتضعف الدورة الدموية بتاعت حضرتك، فبالتالي لما بيجي يخش البرد فبتحسي ان العظم بتاعك بيوجعك. انا النهاردة جايب لك افضل كريم في المجرة، ايوة افضل كريم في المجرة، وانتوا جوه وهو بره خالص. ايه الكريم ده؟ بخلاصة خلاصة الاعشاب، اسمه روبالجين. واحدة واحدة واصبري علي. الكريم ده انا بفضل، او معظم الدكاترة بتفضل طبعا اللي انت تاخدي كريم عشان خاطر المسكنات، سواء كانت كباسيل او خلافه، فبتأثر على المعدة، فبتأثر على، وبالتالي بتأثر على الجهاز الهضمي بتاعك. لكن الكريم ده ملهوش اساسا اي اثار جانبية. الكريم ده ليه 6 مواد فعالة وست مواد عشبية من الدرجة الأولى. طبعا المواد الفعالة دي هنقولها عشان خاطر إخواتنا في الدول العربية يقدروا يبحثوا على المواد الفعالة دوت ويجيبوا 6 المواد الفعالة دوت. واحد كده بالبنت العريض كده ويجي في المقام الأول زيت الكافور، بعد كده عندك زيت النعناع الفلفلي والمنتول وحمض السلسليك وزيت الترابنتين والفلفل الشطة، ايوة الشطة يا جماعة. واحنا مثلا عندك كدمة، لو انت عندك التواء في المفاصل، لو انت عندك الم في الروماتيزم، اما الالم في مفاصل الكوع والكعبين هيفيدك جامد جدا جدا جدا. اخواتنا الرياضيين الكريم ده بستة جنيه. لو انت عندك تورم في الاطراف هيقضيلك عليها تماما. ده ممنوع للاطفال وممنوع للستات الحوامل. الكريم ده من افضل الحاجات اللي انت تقدري تستخدميها كمسكن الالم. ازاي اقدر استخدمه؟ اول حاجة كده بجيب فوطة كده مية فوطة فيها مية دافية يعني، بعد كده احطها على مكان الالم بتاعي، احطها كده لمدة 2 دقيقة، بعد كده اشيل الفوطة السخنة ديت وابدأ اعمل ادهن المرهم كده بعملية تدليك بسيطة جدا، واحطه مثلا استخدمه 2 مرات في اليوم. طب لو انا عندي الالم شديد قوي 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 اقدر استخدمه 3 مرات في اليوم. ده افضل مسكن، افضل علاج لالتهاب المفاصل والروماتيزم واي الم موجود في جسمك. اشوفكم بالف خير، واتمنى ان الكريم ده يفيدكم. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.